مساء الخير، حلقة جديدة من رح نبقى سوا، رح نحكي فيها عن كل المواضيع على الساحة اللبنانية، مواضيع سياسية، اقتصادية، اجتماعية ومعيشية بطبيعة الحال، وأكيد انفجار 4 آب يلي بعده حاضر لليوم بذهننا مع كل التطورات يلي عم بتحوم حول هيدا هالكارثة اللي وقعت ب4 آب. ضيفنا اليوم باستوديو رح نبقى سوا عضو تكتل لبنان الأول نائب رجاء عزار يلي رح نحكي معه عن كل هالمواضيع. مساء الخير. يسعد مساكي جويس، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. أنا رح أبدأ من موضوع طيارة بحت كان فيه بنشرة الأخبار معنا الوزيرة السابقة ندى بستاني، وزيرة الطاقة والمياه السابقة، عم بترد على الحملة اللي عم بتطالها. هي مش حملة جديدة، هي حملة يومية، خليني أقول بدأت من فترة طويلة. اليوم أوضحت الوزيرة بستاني أنه هي راحة على القضاء وأنه في ملف تزوير وفي شكوى تزوير عدا عن الحملات اللي عم تتعرض لها. انتم كتيار اليوم كيف بتشوفوا هذا الوضع استاذ؟ يعني بالحقيقه روجة، بدي اقول للوزيره ندى بستاني هيدا جزء من المعركه اللي عم تنعمل ضدنا وللاسف يعني، ويمكن قالت هي هالشيء وراح كرره انا، هي بلشت بالوزير جبران باسيل وراح تتكفى على كل واحد منا. اكيد انه معروف هي نتيجتها وما بيصح الا الصحيح، وبدي إلا بعرفك مزبوط وبعرف قديشك نظيفة تسروانية بين بعض. إيه أكيد، وبحبها كتير وبعرف نظافة كفة وكيف اشتغلت بالوزارة وتعاونت معها أنا كل فترة الوزارة، قديش كانت شفافة وقديش كانت صادقة وقديش كانت عطائية. بقى ما بدها شهادة من حدا، وأصلا مفروض مثل ما عم تعمل معها حق إنها تكفي باللي بلشت فيه مشان نوقف الناس على حدودها، ومش كل واحد يطلع على باله يتطاول بأي ذريعة الكان أو يركب تركيبة كيف ما كانت إنه يمشي فيها والناس يصدقوا. لا، لازم يتكفى ولازم نروح على المحاكم ويتحاكم كل واحد بده يحكي زور أو بده يجرب يمس بالكرامات، يمس بكرامات الناس. يعني تخطت مرحلة خلينا نقول التعاطي الطبيعي بين أشخاص، صار في مس بالكرامات. صح. هذا الشيء كان عم يشعر فيه معظم الطياريين، بس وبعدنا لليوم بعدنا عم نشعر فيه. بس بالنتيجة بتعرفي في مثل بيقول الشجرة المثمرة هن اللي بيحجروا عليها مشان لا يستفيدوا من ثمرتها. بقى الطيار أسهل شيء إنه يقوصوا عليه، لأنه هو العطائي، هو صاحب العطاء الكبير، هو اللي عم بيعطي بهالبلد، هو الموجود، هو الحاضر. وفي مؤامرة، كلنا بنعرف شو هي المؤامرة وكلنا بنعرف كيف ركبوا. إلوا الأمريكان وين ال10 مليار دولار وكيف توزعوا وشو أهدافهم وشو أسبابهم، وبلشت بينت نتائجها من 17/20 لليوم يعني، وعم تتكفى قد ما فيها. بس انه نفسكم طويل استاذ روجي. نحن تلاميذ الرئيس عون، يعني بتعرفي قديش نفسه طويل وقدي علمنا انه نحن نكون صبورين وان ما نطلع ورانا ونضل نفكر بالمستقبل ونطلع لقدام ونشوف الشيء الايجابي، وما نوقف على هالناس اللي هودي بيجربوا يفركشونا ولا بيجربوا انه يحكوا عنا بالعاطل، لانه الناس بتعرف والناس ما بتصدق والناس مسقفة ما يكفي لتعرف الصحة من الغلط والإدمي من الأزعر. قبل ما سكر هذا الموضوع، كان في مسار متبعينه قبل من التيار أنه ما تردوا على الهجومات أو التطاول على بعض الشخصيات اللي هو بلش فعليا من 17/20 الأول باستهداف تحديدا بداية رئيس التيار الوزير جبران باسيل، وبعدين بنواب ووزراء وقيادات بالتيار، نشطاء بالتيار. قبل كان عندكم هذه السياسة أنه ما تردوا، لأنه أنتوا بتعتبروا انكم بتعرفوا حالكم، بتعرفوا شو عاملين، بتعرفوا انه كفكم نظيف بحسب ما انتم بتقولوا، بس وصلتوا لمرحله اليوم غيرتوا هذه السياسه، صار يلي بده يتطول عليكم رح تحاسبوه. صحيح صحيح، بالبدايه فعلا ما كنا نعلق، لانه كنا مثل ما قلت لك سوا، قلت لك انه نحن عم نطلع لقدام، عم نشوف انه كيف بدنا ننتج، كيف بدنا نطلع لبنان من هالازمه، كيف بدنا نعمل قيمه مضافه للبلد، لانه بالنتيجه هي مسؤوليه علينا نحن، ونحن بي الصبي بهيدي اللعبه الكبيره، اللعبه السياسيه الكبيره. بس انه وصل الوقت انه ما بقى فينا نسكت، لانه العالم في جزء منا رح تصدق انه كذب كذب كذب، بعدين بصيروا يصدقوك. بقى من هون صرنا بدنا اكيد ما رح نتعدى على حدا ولا شغلتنا نتعدى على حدا. رح يقول انه رح تخلقوا نوع من الاختلاف، التشابك بين الاختلاف ما بيمنع انه يكون في اختلاف، بدنا نواجه. ممكن ما بدنا نواجه، اكيد بدنا نواجه، يعني ما في واحد كمان يوقف بوجهك ويقول لك انت عملتي كذا 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 وما يكون في منا خبريه ابدا. يعني تخيلي انه اليوم الوزيره ندى عم بتقول انا حتى ما انا رايحه على سويسرا، ما عندي حساب بسويسرا، وهن لاقيين لملف انه يمشوا فيه على الاخر، وصدقوا حالهم وعم بيقنعوا الناس انه لازم الناس تصدقهم.
يعني بالنتيجة إذا ظلت هي ما تحركت رح يصدقوا الناس إنه فعلا عندها حساب بسويسرا. وكلنا هي سياسة تتبع بالنهاية. وبالنتيجة كمان وصل لوقت إذا واحد بده يفوت على مطعم ليتعشى هو وعائلته أو ليقعد هو وصاحبه إنه كأنه عم يعمل جرم، إنه هذه كمان مش مسموحة، كمان عم نواجهها ولازم نواجه الكل، ولازم نروح بكل واحد بجبه بيلعب معنا أو نروح على المحاكم ونواجهه، وما بقى بدنا نسكت وما لازم بقى نسكت. واثقين من حالكم؟ على الرغم من كل الانتقادات، في كثير ناس بتعرف انه انتم ما مارستوا التغيير والاصلاح، ما عم تسعوا ليكون لبنان القوي مثل ما اسم التكتل عندكم، شو بتردوا عليه؟ هذا رايك؟ هلا اكيد انا عم بنقل بعض الاراء. لا نحن بدنا نسعى وبدنا نكفي ونحن صاحب اصحاب كف نظيف، ما بدنا نحكي على هوا بهذا الموضوع، الناس بتقدرنا، واذا حدا منه مصدق هلا بده يصدق بعدين، لانه اللي بيكذب بعض الاحيان بس مش كل الاحيان. بدنا نعطي وبدنا نشتغل على الاصلاح، وهيدي معركه كثير كثير كبيره ومنا هينه ابدا، وما تفكر انه بتخلص بيوم ويومين. هيدي منظومه سياسيه عم تتخربط كلها سوا، عم تنقل من مكان الى مكان اخر، وقالها فخامه الرئيس ونحن عم نقولها انه ببدايه عهده قالها ما تفكري منه هين ابدا ابدا تننقل نحن من موقع الى موقع ثاني، ننقل من الفساد، من الهدر، من السرقه، من الكذب، من الاحتيال، من التنصيب، من مسك الدوله واملاك الدوله وموجودات الدوله ومال الدوله تصرفوا فيها كأنه ما في مراقب وما في حدا، لتروحي إلى محل تاني، محل نحاسب فيه، محل إنه نوقف هالهدر، نوقف هالفساد. بناء الدولة، بناء الدولة مسؤولية كبيرة، وبناء الدولة هي معركة نضال كبيرة، منا مسحة. هلأ في ناس ما عندهم الرؤية بعتقد، وما بلومهم لأنه ملهيين بغير شغل، ما بيتعاطوا سياسة، بيقولوا نحن كمان وضعنا سيء هلا ونحن بأزمة هلا، إيه معهم حق، نحن بأزمة كبيرة، نحن اقتصادنا منهار، نحن وضعنا غير سليم، بس هيدا تننقل من محل لمحل بدنا نضحي كل هيدا المخاض، هيدا المخاض. أيوة في ناس بتحمل، في ناس ما بتحمل، الله يساعد اللي ما بيحمل، والله يكون بعون اللي بيحمل تننقل هالنقلة النوعية هيدي. على كل حال بالختام في جملة شهيرة للرئيس عون بيقول إنه مرحلة التحرر أصعب من مرحلة التحرير، وهذا هو المخاض يلي عم ينعاش. صح، نحن هلأني ناقلين على مكان التحرير بإذن الله، إن شاء الله. إن شاء الله. رح ننتقل من البيت التيارة ومن الحملة يلي كمان حضرتك رديت عليها، ومن التحدي يلي عم ترفعوه كنواب وكوزراء سابقين وحاليين للتيار الوطني الحر. الجلسة التشريعية، كان في جلسة كان مفروض أربعة خميس، بس تم الاكتفاء بنهار الاربعاء للجلسه. كان في شعار كثير كبير وكان في خوف من بعض اللبنانيين، اكثريه اللبنانيين، قانون العفو العام. اول شيء خبرنا عن مسار هالجلسه، كيف انت كنت مشارك فيها؟ ايه اكيد. كيف شفت المسار تبع الجلسه؟ الحقيقه هو خليني بلش لك انه نحن كنا مع او دوله الرئيس نبيه بري معين اربعاء خميس. صحيح. على اساس انه عندنا 40 بنت بركي ما خلصوا، بس عاده كنا نحن نخلصهم بفرد يوم. هلأني في بالجلسة هيدي، أنا إذا بدك رأيي إحساسي أنا من خبرتي المتواضعة بمجلس النواب، لأني أنا بعدني جديد بالمجلس، عمرنا سنتين ونص، هيدي من أكثر جلسات منتجة ومهمة أنا شفتها بهالجلسة اللي مرقت يوم الأربعاء. يعني أقر فيها قوانين، أقر فيها عدة قوانين، والأحسن من هيك أقرت القوانين اللي نحن شغلين عليها كتكتل لبنان القوي، وقدرنا عملنا يعني قدرنا مرقناها، واكيد بالتعاون مع بعض الشركاء بالبلد ومع بعض النواب اللي كانوا موجودين معنا، لانه نحن وحدنا ما فينا كنا نحققهم. هو الاسراء غير المشروع مثلا، رح نبلش بالاسراء غير المشروع. لا خليني اعدل لك شوي، نحن شو حققنا بالاول، يعني كل اللي عم نحكي عن الجلسه التشريعيه مثلا، مشينا القوانين المتعلقه بتداعيه انفجار مرفق بيروت، هيدي كمان لنواب بيروت انا بدي هنيهم يشتغلوا عليها، نواب التكتل بكل المسابرة فعلا، وكانوا ضحوا واشتغلوا وعطيوا وعملوا اتصالات قد ما فيهم، عملوا عملوا مثلا فتح اعتماد اضافي للتعويض على الاهالي والتسريع باعادة الاعمار، وكمان عملنا منع، هذا شغله كان مهم، منع بيع العقارات لعدم تحقيق بعض احلام البعض بتنفيذ بتعرفي ديموغرافيا وعندهم اجنده معينه كان موجود. كمان شغله مهمه هي الدولار الطالبي،
اللي كمان نحن اكدناه او تحول الى قانون انه يحق لكل للاهل بلبنان انهم يحولوا ما يعادل 10000 دولار كل سنه دراسيه لخارج لبنان لابنائهم على سعر 1500 ليره اللي السعر الرسمي اللي نحن حطيته الدوله اللبنانيه اليوم. هذا كان مطلب ملح لانه كان في كثير عم بيعانوا من الطلاب اللبنانيين خارج لبنان بظل الازمه اللي عم نمرق فيها وطلوع ونزول الدولار وكذا سعر صرف. صح، وهذا ما بيشفي لهم، غلي لهم برايي. انا مش كافي 10000 دولار بس لانه اقلوا نوعا ما بيطمنوا بالهم الاهالي كانوا عم بعانوا. صح صح صح، قول هن انه عملنا مثل ما بيقولوا على انه مرقناه على انه ما يمرق بالمره يعني. هلا كنت بتامل انا انه سنه 2020 2021 كمان يضغطوا عند الطلاب، ما قدرنا مرقناها لانه الامكانيات برايه حكم مصرف لبنان محدوده وما بيقدر يعمل هالتحاويل الكبيره. بس ليك بتعرفي انه كمان هيدا كحل احسن من العمى، خلينا بس وصلنا لمحل للاسف يعني بنزعل من حالنا انه اليوم نحن صفينا عنا سقف لنقدر نحول لابننا ليدرس برا، انه هيدا حقه. مع انه حقه وفلوس اهله موجوده بالمصارف وما عم ندينه ولا ما عم نعمل له مساعده من الدوله اللبنانيه، هيدي مصرياته ما عم نقدر نحول له اياها لا يقدر يعيش ابنه بكرامته هونيك ويعمل اختصاصه. وهذا انا برايي بتوصلنا لمحال بتضعف الدراسات عندنا والمستوى العلمي كمان بالمستقبل. يعني اليوم نحن كان الشاب يدرس يخلص يرجع يروح يعمل اختصاص برا، هيدي كمان يرجع على بلده بدها تخف، وخصوصا عند الشاب اللي من عائله متواضعه اللي اهله مش قادرين يكفوه. للاسف شغله صعبه. هيدا من ضمن خليني اقول النتائج السلبيه على الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي اللي رح نترك له شق بحلقتنا. خلينا نرجع على الاسراء غير المشروع، بنرجع بنحكي عن العفو. كان في اعتراض كثير كبير على هذا القانون، صار في نوع من اللغط، وكان قائد الحمله يعني كما ظهر النائب هادي حبيش عضو كتله تيار المستقبل. يعني انا بدي اقول لك انا بستغرب حقيقه انه اليوم نحن عم نروح على 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 ملف الاسراء غير المشروع. اول شيء قانون عمره 10 سنين بمجلس النواب وما اقر، يعني له فترة زمنية، يعني انه هيدا اهميته هو بحاكم كل مين دخل على يتعطى شأن عام ومين موظف الدولة العام بالإطاع العام، يعني من رئيس جمهورية إلى وزراء إلى نواب إلى أصغر موظف بالدولة. يعني هيدا سابقة خط اذا بدك فشخه من 1000 ميل لتحقيق الاصلاحات بالبلد وتحقيق القوانين اللي نحن عم نشتغل عليها. صحيح، هي رزمه قوانين على كل حال. مستغرب بس انا بدي اكد كمان انه مش مزبوط كمان، مع احترامنا لرايه هو محامي، مش مزبوط كمان اللي عم بيقولوا انه هيدا ما بيقدر يطالهم، لا بيطال كل الناس، بيطال كل واحد عم بخالف، كل واحد فاسد، كل واحد عم بيسرق مال عام بيروح على المحاكم العاديه بيتحاكم فيها مثله مثل كل الناس، وهيدا شيء حققناه. هلا اني عم بيقول انه يفترض انه في تعديل بالدستور، ما بعرف اذا هيدا تاكيد بياكد اكثر من هالقانون. هيدا الرئيس بري كمان ونائب الرئيس وعدوا انه بمرحله ثانيه وقت بنفتح جلسه تشريعيه تانية. كمان ثانيه ممكن انه مرة تعديل الدستور اللي هو بعتقد مادي رقم 70 من الدستور. كيف يعني الحمله يلي حكى فيها النائب هادي حباش بتحطوها بس بالسياق القانوني الدستوري او بتحسوا في لها ابعاد اكثر نوعا ما؟ يعني انا ما بدي احكم بس بعرف انه من وراء هالتصرفات بدل ما انه نتعاون كلنا سوا ونحط ايدينا ببعضنا لنمرق هذا القانون ويكون في تعديلات طفيفه من محل او من محل لامر ايجابي، مش نكون متشائمين ولا هيدا في اجتهادات بدنا نلاقيها بهالقانون هيدا مشان نروح بعدين نروح نفوت من خلالها لنقدر نضرب هالقانون هيدا وما نقدر نوصل على الغي اللي كلهم بنيه طيبه يقدروا يوصلوا عليها. للاسف ما بدي اقول اكثر من هيك. وبعدين هي بدايه، بدي اقول لك هالقانون هو بدايه لعده قوانين نحن طارحينها. قلت هيدي خطوه من 1000 ميل. مثلا عندنا نحن قدمنا مشاريع عده، هي محكمه الجرائم الماليه، كشف الاملاك والحسابات، استرداد الاموال المنهوبه، رفع الحصانات ورفع السريه المصرفيه، هودي كلهم قوانين كمان موجودين بمجلس النواب. انتم طبقتوها على كل حال؟ نحن طبقناها على حالنا اللي هي رفع السريه المصرفيه، واليوم ندى طبقتها كمان نحن
اكيد عملناها من اكثر من 7 اشهر كمان، رحنا عند كاتب عدل وتنازلنا عن الحصانه وعن رفع السريه المصرفيه بكل المصارف، واللي بحب يطلع نحن ما عندنا ابدا اي شيء مخبى، اي شيء مخبى فعلا، لانه تتهموا انه في عندكم كثير قصص مخبيين. يلا تتهموا بملفات فساد، نتهم بس ما في حكم، ما في قرار، ما في محكمه، ما في دعوه، ما في شيء. نتهم هاو من هالاغاويل اللي هالمعركه اللي عم تنعمل علينا، بدنا نتحمل وبدنا يضل عنا القوه والمقدره ان نقدر نكفي هالرساله هيدي. ما احبطتوا بعد ولا رح نحبط، ما يراهنوا على هالشيء هيدا ابدا، بالعكس كل ما جربوا ينكزوا فينا كل ما بنقوى اكثر. طب ليش هالاستهداف هالقد مستهدفين انتم كتيار كجبران باسيل؟ ليش؟ طيب ليش؟ ما هيدا سؤال بينسأل. طيب ليه؟ لأنه نحن عم نطالب بشيء هن ما بدهم اياه. لا عن جد انه واضحة الصورة يعني. البعض بقول لأنه أنتم ما بتشبهوا غيركم من يلي كانوا حاكمين. وإلا إذا بنشبه غيرنا يلا خلوني يفرجونا وين وكيف، نحن مستعدين. أنا بدي أقول لك ماني مضطر أبداً أبداً كون أنا نايب بكتلة، كتلة لبنان القوي، إذا لا سمح الله فيها أي واحد فاسد، ماني مضطر من رئيسها لأصغر واحد. لانه عن جد يامنوا بقى انه في اوادم، يامنوا بقى انه في ناس نضاف، في ناس شرفة، في ناس جاي لتعطي مش لتاخذ، بقى يستحوا عن جد، يستحوا ما يعمموا على كل الناس. ايه اكيد في ناس فاسده، ايه اكيد في نواب ما بتسوى، ايه اكيد في وزراء سرقوا ونهبوا وعندهم ملايين خارج لبنان، بس مش كل الوزراء ومش كل النواب. عيب يعني انه ما بقى في المشكله الاساسيه هي التعميم، كلهم للمحاكم، كلهم خلوا يطلع قرارات للقضاء يقرر، بس مش هيك يعني، كلهم فاسدين. كيف يعني؟ يعني صفى كل واحد منا فاسد. انا بعرف انه عندنا في تقريبا حوالي 70 نايب جداد بمجلس النواب، وبتربطني اغلبيتهم صداقه معهم، مش بس كتلتنا، بس انا بعرف انه فيهم كثير ناس قوادم وبعرفهم بالشخصي، وانا بتحمل مسؤوليه كلامي. بقى انه ما حلو هيك وما لازم نكفي هيك. ما بعرف اذا في اي شيء بعد فينا نزيده عن الاسراء غير المشروع هالقانون، يلي بظن في عدد من اللبنانيين فهموا شو يلي صار، في عدد مش كثير او ما بده كان يفهم هيدا الموضوع، بس بالنهاية هيدي خطوة مهمة كتير على سكة الإصلاح وسكة مكافحة الفساد وسكة محاسبة كل من دخل بالشأن العام. صح هيدي فعلا، هيدا إنجاز أنا بعتبره علينا هلأ. هيدا ملف خلص من مجلس النواب، مفروض يفترض أنه يروح ينشغل بالحكومة وينشغل مع القضاء. هيدي أتوع تيني للقضاء خلي يروح يتحرك على هالأساس هيدا، لأنه انحمى بهالقانون هيدا. هلا دوره هون، ونحن علينا نظرنا عليه انه يروحوا يبلشوا يشتغلوا على هالقانون هيدا، ويبلشوا يروحوا يحاكموا هالناس اللي لها سنين متخبايه اذا بدك برفع الحصانه، وبعتبر انه بدنا قتلتين ليحاكمونا وكذا. هيدا الموضوع خلص كله اليوم وتحلحل كله، هون دور الحكومه ومن ثم القضاء. استاذ روجيه، شو ردكم على بعض الناس او بعض الاصوات اللي بتقول انه القضاء مسيس وما في ثقه بالقضاء، ومجرد ما ينبعث شيء ممكن يكون في، ما بعرف يعني. كمان هيدا تعميم، هيدا مثل ما بقولوا كلهم يعني كلهم، لا انا بقول لك انه في قضاء، في قضاة شرفاء، في قضاء اولاد بيوت، في قضاة عم بيشتغلوا مثل ما لازم ينشغل، وهيدا مجتمع، وفي قضاة للاسف مضغوط عليهم بالسياسة، معينهم سياسيين، يعود قرارهم إلى غيرهم، بيتحكموا فيهم، بس إنه الصاحب الشخصية المميزة اللي عنده ثقة بحاله، اللي جاي فعلا ليشتغل قانون وليحكم بعدل، هيدا ما بخاف من حدا، بس في كتير منهم هيك كمان، بأكد لك في كتير. صحيح أكيد في قضاة نزاهين. وبعدين بدي أقول لك وقت اللي بنعطيه من إيده للقضاء نحن ونعطيه حريته ومنحرره، بصير السياسيين ايدهم عن القضاء، بصير هو عنده انتاجيه اكبر وما بعيد يعطي الهم ولا بعيد يفكر هذا السياسي شو بده يقول لي وشو رده فعل السياسي. هيك هيدي صارت، هيدي معركه كمان كثير كبيره بايطاليا هيدا الحرب والمافيا بقيوا سنين وسنين وسنين. بالنتيجه رجع اجى قاضي، اذا بتذكر اسمه بيترو
بيترو ما رح في أنطونيو أو شيء إيه بقى إيه أنا بكافح الفساد، أنا بكافح الفساد مع إنه راح قبله انعدم حوالي تقوصوا حوالي 9 قضاة كانوا يعني يروحوا ليحكموا يقتلوا يغتالوا قبل يغتالوا بقى قال أنا بدي الشعب يحميني بالمحكمة ومن ثم يحكيني ببيتي يحميني ببيتي من بعد ما خلص وهيك صار بقى حكم بظرف 9 أشهر 6000 وقف 6000 موقوف من أصلهم 1000 سياسي من اصلا 1000 سياسي، هيدي شغله هيدي تعرفي قد ايه هالمخاض كبير صعب قد ايه القضاء اساسي ايه القضاء بعد بده جرأه بده جرأه فعلا وبده نظافه كف ونزاهه وثقه بالنفس صحيح من هون ببلش كل المسار الصحيح بدي انتقل على العفو العام، كان في لك تغريده قبل ما نزلتوا على الجلسه قلت فيها على النواب الذين يحترمون الجيش اللبناني ويقدرون تضحيات الجيش ويخشون على المؤسسه العسكريه ان لا يصوتوا على عفو عام يخرج المزيد من الارهابيين من السجون، ارهابيو كفتون وجبل بداوي ووادي خالد هم من خرجوا من السجون بوساطات سياسيه يكفينا دماء. كنتوا نازلين على الجلسه معتبرين انه قانون العفو ممكن يمرق بالإطار اللي كان موجود فيه، انتوا كنتوا من اول منادين انه ممنوع وقلتوا ما رح تنزلوا، يعني قلتوا ما رح ننزل نشارك بهيدي الجلسه، كنتوا رح تقاطعوا الجلسه كنواب تكتل لبنان القوي اذا هيدا القانون لا ما بيتم سحبه لانه يظلم كل شهيد بالجيش، يظلم كل شهيد من حيلا مؤسسه عسكريه وامنيه، يظلم الابرياء حتى المدنيين يلي مضروري يكون ارهابيين يلي اختلون وقتلون، كيف تعاملتوا مع هذا الموضوع؟ لكن بالحقيقه في بعض الاحيان انه اذا واحد ما نجز بمجلس النواب وكانه مضي قانون يعني بيفتخر انه ما يمرق هالشيء هيدا قصدي اذا ما اقر قانون بكون شيء منيح له شيء منيح له فعلا يعني مش ضروري انه يروح ليكر قانون يعني اذا حس حاله انه ما لازم ينكر هذا القانون وكانه عمل انجاز انا برايي امبارح نحن عملنا انجاز اكيد كان محطوط هو الـ كان محطوط القانون بثاني بند من ثاني بند من الأربعين بقى بالاتصالات مع دولة الرئيس نبيه بري ووضحنا له انه هذا موضوع نحن ما راح نروح على جلسه فعلا اذا في هذا قانون العفو لانه نحن منا مقتنعين فيه ولانه بده شغل كثير وبده دراسه كثير والحقيقه منا قادرين نحن نفوت على 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 جلسه لنروح نكر هذا القانون بقى تما نعمل خلل نحن وياك فعلا تجاوب وبقول الرئيس بري وهون بينشكر فعلا يعني انه خي خلوه على اخر الجلسه وبنروح بنعين لجنه من كل الكتل خلينا نروح يدرسوا بهالفتره هيدي بهالفرصه هيدي من الساعه 3 للساعه 6 لا اذا وصلوا على نتيجه وصلوا على نتيجه اذا ما وصلوا على نتيجه بنشوف شو بنعمل الحقيقه ما وصلوا على نتيجه ورحنا تاجلت الجلسه بعد الظهر مع انه كان فيها عده قوانين كان لازم يتكملوا للاسف يعني ان شاء الله انه بنكملهم ب 20 اكتوبر 20 تشرين حددت جلسه جديده ب 20 تشرين وبهالوقت بركه بصير هالعفو بيندرس مزبوط وبشوف مين لازم ينعفى ومين مش لازم ينعفى وما بدنا بقى فيه كثير ثغرات كثير اول شيء انا ما عندي قناعه اليوم واحد قتل جيش قتل 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 مواطن عادي انه ينعفى ليه ما بقدر اعرف انه نحن اليوم رايحين باتجاه الاصلاح بنروح منعكس الاصلاح وبنروح على اتجاه ثاني اللي هو معاكس 100% على الاعفاء ومين بدنا نعفي نعفي خلينا نقول ايه تاجر مخدرات يعني معليش هذا زلمه محكوم 5 سنين اذا بيطلع بسنتين كيف يعني هذا تاجر مخدرات نزع لي بيئتي نزع لي ولادي نزع لي مستقبل جيل طويل عريض وبعدنا عم ينزعوه لليوم ورايح لمحل للاخر منه سئلين بس عم بيطلع كيف هذا كمان خطر على المجتمع هذا ما هو مش بس خطر هو سبب كارثه للمجتمع اذا بتطلع اليوم وللاسف اغلب شبابنا اليوم رايحين على هالمخدرات وعلى هالفساد هذا اللي كم تاجر معروفين ومحميين من بعض السياسيين وللاسف للاسف صحيح انه 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 يعملوا اللي عملوا بقى ليش انا بدي اروح اعفي عنهم اليوم اوكي بحجه يا خيي بحجه ايه. الكورونا يعني في حجه اليوم بيقولوا انه يا خيي ما نحن في حاله انسانيه اليوم وفي وضع كورونا، طيب فينا ناخذ عده اجراءات بالكورونا. اول شيء فينا نحن نروح نعمل وقايات صحيه. هيدي شغله وثاني شغله كمان انه
هيك بدنا نحررهم عن بعضهم شوي ونروح نسرع اذا بدك أكيد رايي. اكيد هي قوي تسريع المحاكمات. هيدي نسرع المحاكم. اليوم عندنا 7000 واحد، نحن اذا سرعنا المحاكم اكيد بيطلع منهم حوالي 2000 2200 واحد. في حتى ناس في غرامات ما عم يقدروا يدفعوها لاسباب اقتصاديه كمان ومعيشية. انا مع يعني من هيدا هيك كمان جزء من الحل، بس مش يكون عفو عام هو صح. الحل من هيك عم نقول انه بده دراسه اكثر وبده شغل اكثر. في ناس يفترض انتبه هيدا قانون الاعفاءات موجود بكل المجتمعات بكل العالم مش عندنا بس يعني بس مش لكن انه واحد واثباتا لذلك امبارحه شو صار عندنا مثلا نحن طلعنا بالسياسي كم واحد اوكي هن بتعرفي وضعهم يعني راحوا على جريمه كفتون، راحوا على جريمه بداوي، راحوا على جريمه وادي خالد، راحوا على جريمه المنيه، هو شو؟ هودي طلعوا بالسياسه هودي بقرار سياسي كرمال ما بعرف كرمال سياسيين بمجتمعنا ليحمون ليعملوا قيمه مضافه للانتخابات النيابيه. لبنان المواطن اللبناني رح يسال كيف بعد في امكانيه لسياسيين قد ما كان ايدهم طايله يكونوا عم بيطلعوا ناس هالقد خطرين؟ يعني هيدا الغطاء السياسي بعده هالقد فعال عندنا بلبنان؟ ممكن يطلع ناس ارهابيين طلعوا من الحبس وراحوا كفوا بالذهنيه اللي عندهم اياها ورجعوا قتلوا شهداء للجيش، صار في شهداء للجيش ورجعوا وقفون عن جديد امبارح ورجعوا توقف قسم منهم عن جديد. صح شفنا صح شفنا صح يعني صح. اول شيء بدنا نوجه تحيه مثل دائما للجيش اللبناني ولاكيد قوى الامن الداخلي لانه عملوا شغل فظيع وللكل امن الدوله والامن العام كل المؤسسات الامنيه بلبنان. يعني للاسف ما بعرف يمكن هن بيفكروا غير ما بنفكر نحن، يمكن عندهم مصالح معهم، يمكن بيعتبرون انه هن اللي بيحمون. ما نحن اليوم ليه عم نروح على الاصلاحات؟ شو يعني اصلاحات؟ لنحارب كل اللي هو عم نحكي عنه. اصلاحات بكل شيء مش بس اصلاحات اصلاحات اجتماعيه ولك اقتصاديه ولك اصلاح بالمال ولك اصلاح بالاخلاق اصلاح بالحياه الاجتماعيه اصلاح بالمستوى الفكري اصلاح بالتربيه انه هودي مش بس يعني اصلاح اليوم ممنوع يسرق من الدوله هذا جزء بدنا نروح على اصلاحات ما بتعيد تخلص اذا بلشنا فيها. هن متساويين على كل حال، كل شغله ممكن تاذي، الاذيه وحده يعني. صح 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 صحيح. نحن رح نتوقف مع فاصل اعلاني ومنتابع من بعده نحكي بعد كثير امور بدنا نحكي فيها مع عضو تكتل لبنان الاول نائب رجاء عزار. فاصل ومنتابع رح نبقى سوا. ثانك يو. مرحبا عن جديد منتابع رح نبقى سوا. ضيفنا باستوديو عضو تكتل لبنان الاول نائب رجاء عزار، ورح ينضم لنا عبر سكايب الخبير الدستوري والاستاذ الجامعي عادل يمين. خلينا نستفيد من وجوده معنا اليوم بس نستفسر شوي اكثر كمواطنين. في اسئله كثير حول اسراء غير المشروع وحول قانون العفو، رح نستفيد من اطلاعه بهدول المواضيع. مساء الخير دكتور. مساء النور لك ولضيفك وللمشاهدين. شكرا لك. شكرا استاذ عادل، الله يخليك. في سؤال بذهن اللبنانيين، شو يعني اقر قانون الاسراء غير المشروع؟ هيدا الشيء كيف رح يشفي لهم غليلهم للبنانيين يلي بيعتبروا انه قسم من السياسيين كانوا نواب وزراء سابقين وزراء حاليين نواب حاليين نواب سابقين كان لهم يد بسرقه المال العام بلبنان؟ اولا بريد اقول ردا على اللي عم بيقولوا انه امكانيه ملاحقه الوزراء تصطدم بالحصانه الدستوريه، انه هيدا الامر غير صحيح وغير علمي، لانه الوزراء لا يتمتعون باي حصانه بحسب احكام الدستور، انما هناك نص يقضي باليه معينه في بعض الحالات لملاحقه الوزراء من غير ان يحصن او يلبس الوزراء لا السابقين ولا الحاليين ولا رئيس الوزراء السابق او الحالي اي حصانه. جل ما في الامر انه الماده 60 من الدستور اتاحت المجال لمجلس النواب ان يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالخيانه العظمى وبالاخلال بالواجبات المترتبه عليهم باغلبيه الثلثين من اعضاء مجلس النواب
سيحاكموا أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ولكن الهيئة العامة بمحكمة التمييز بتاريخ 27 تشرين الأول 2000 حسمت الموضوع باجتهاد واضح بالقول انه هذا يعني اي المادة 60 انه يجب التمييز بين فئتين من الاعمال التي قد يرتكبها رئيس مجلس الوزراء او الوزير. وهاتان الفئتان هما الفئة الاولى فئة الاعمال اللي بتتعلق باخلاله بالواجبات المترتبة عليه، وهذا يدخل في نطاق الاعمال اللي بتتعلق مباشرة بوظيفته الوزارية وذات طبيعة سياسية وتتصل بشكل ظاهر بممارسته لمهامه الوزارية وتطبيقه للقوانين. والفئة الثانية اي الاعمال الجرمية سواء كانت تتصل بممارسة المهنة او بالجرائم العادية خارج الوظيفة، ويدخل من ضمن ايضا الجرائم اللي ممكن يرتكبها بمعرض عمله الوزاري وبتكون فاضحة من حيث طبيعتها الجرمية وتقوم على احلال المصلحة الخاصة محل المصلحة العامة. واعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز انه الفئة الثانية اي وقت لما يكون عم يرتكب عمل جرمي الوزير هيدا بيتحاكم فيه امام القضاء العدلي. يعني اذا هلا يعني بس خليني استفسر منك بسؤال طبيعي، اذا حيلا وزير حالي في عليه احدى الشبهات او نايب حالي عليه احدى الشبهات، شو المصاري اللي لازم يصير؟ كانه اي مواطن عادي ترفع عليه شكوى؟ بالنسبه لموضوع الوزير اذا كان الموضوع الاتهام بيتعلق بجريمه جزائيه ولو كانت بمعرض الوظيفه الوزاريه، ولكن الادعاء او الاتهام ينطوي او يطال فعل ظاهر من حيث طبيعته الجرميه ويقوم على احلال مصلحه الوزير الخاصه محل المصلحه العامه، اجى اليوم قانون الاسراء غير المشروع لا يدعم موقف الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ 27/10/2000 وليأكد انه فيما يتعلق بالإسراء غير المشروع هيدا بيكون من اختصاص القضاء العدلي العادي، الأمر اللي لازم يشجع القضاة اللي كانوا مترددين في اعتماد اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز تاريخ 27/10/2000 ليمشوا بهيدا التفسير، لبل صاروا ملزمين في ضوء القانون اللي أقر وقت لما يوقعوا رئيس الجمهورية وينشر بالجريدة الرسمية ويصير نافذ بيصيروا القضاة مضطرين لاعتماده، وبالتالي أي عمل جرمي ارتكبه الوزير سواء كان خارج وزارته أو خارج ممارسته المهنة أو الوظيفة الوزارية أو كان بمعرض ممارسته المهنة الوزارية فبيكون من اختصاص القضاء العدلي وليس من حصانة الوزير إطلاقا. أما فيما يتعلق بالنائب بدنا نميز بين نوعين من الحصانة، في الحصانة المطلقة التي تعني اللامسؤولية، هاي الحصانة تتعلق بالآراء والأفكار التي يجلي بها النائب خلال مدة نيابته. أما الجرائم والأفعال الجرمية فهي مرتبطة بحصانة نسبية ومؤقتة وإجرائية وليست حصانة مطلقة، بمعنى يستطيع القضاء أن يلاحق النائب على الأفعال الجرمية إذا كانت الملاحقة خارج مدة دورات الانعقاد النيابية أو كان الجرم مشهودا، وبالتالي بإمكان القضاء العدلي بدون الحاجة لطلب رفع الحصانة في حال كان في إسراء غير مشروع أو أي فعل جرمي أن يلاحق النائب إذا كان خارج دورات الانعقاد أو كان جرم مشهود مثل ما قلت. أما إذا كان داخل دورات الانعقاد فيحتاج إذاك إلى طلب إذن المجلس النيابي بالأكثرية النسبية العادية، وإلا ينتظر القضاء لانتهاء دورة الانعقاد فيستطيع إذاك من دون الحاجة
من دون الحاجة لرفع الحصانة أو لطلب الإذن أن يلاحق النائب المشتبه به. نعم نعم. بس بدي اعذرك لو سمحت دكتور عادل، اذا ممكن نشيل الايرفونز لانه في شوي مشكله بالصوت على الهواء، عم يطلع الصوت خفيف، ما عم نقدر نسمع مزبوط. بدنا نعذبك من اللابتوب كليا، يعني بنسمعك دغري مباشر بلا الايرفونز لو سمحت، عم نعذبك. نعم ايه يعني نسمعك صحيح، هيك احسن، هيك كثير منيح. ما عم بسمع بقى، بس شلت الايرفون ما عم تسمعنا مزبوط؟ عم تسمعني او لا؟ تفضلي. عم بسمع بصعوبة بس عم بسمع، تفضلي. اوكي، وضحت فكرة الحصانة على النواب بالفترتين وعلى الوزراء يلي هن ما عليهم هذه الحصانة. بدي بس بعد اسألك عن قانون العفو العام يلي رحل الى جلسه اخرى وشكلت لجنه حتى يبحثوا بنقاط محدده، في اعتراضات كثير على هذا القانون. ليش نحن معقول نروح على قانون عفو عام بلبنان وفي ارهابيين داخل السجون، في حتى ارهابيين من نوع ثاني، يعني عدا عن الارهاب اللي بنعرفه في ارهاب اجتماعي وارهاب اخلاقي وارهاب تربوي، ليش بنظامنا في هذا الشيء اللي اسمه هذا العفو العام؟ بعتقد نحن بحاجة لتشديد الملاحقات والمحاسبة والعدالة، ونحن مش بحاجة أبدا لنحول فكرة العفو العام لمسألة دورية تحصل كل بضعة سنوات، لأنه مجرد إقرار قوانين عفو بصورة دورية من شأنه أن يعزز لدى المجرمين أو لدى من تسول له نفسه ارتكاب جرم أنه العفو سيأتي، وذلك من شأنه أن يعزز فكرة الإفلات من العقاب، وبالتالي ينتقص من القيمة الردعية للعقوبة وللملاحقة وللأحكام. نحن بحاجة ببلد مشرع على الإرهاب ومشرع للأسف على الفساد أن نشدد فكرة الملاحقة ونشدد فكرة العقوبة من أجل تعزيز الوظيفة الردعية للعقوبة. كما أنه المشروع اللي انطرح بصيغة كأنه العفو هو القاعدة، في حين أنه إذا في من عفو، مع أنا رأيي الشخصي أرفض العفو العام، ولكن إذا في من عفو مفروض يكون استثناء على قاعدة قاعدة العقوبة. بينما بالاقتراحات اللي وردت ورد انه كأنه العفو هو القاعدة وهناك بعض الجرائم مستثنات من العفو، فهيدا العيب الاول، لانه العفو هو استثناء على قاعدة العقوبة والملاحقة. اما العيب الثاني فهو في اقحام المادة 9 على قاعدة انه من استثني من العفو رح يستفيد من تخفيض للعقوبة في حال تحقق شروط معينة، يعني بالحالتين في استفادة للبعض. استثناء من العفو وتحديدا الذين قتلوا العسكريين وهؤلاء استثنيوا من العفو، وكان من الطبيعي ومن الواجب بالتأكيد استثناء من العفو، رجع تم إقحام مادة تنص على استفادتهم من تخفيض العقوبة، وبذلك يكون المجلس النيابي لو أقر مثل هذه المادة يعطي عفوا جزئيا وتخفيضا للعقوبات عن من هدر دم العسكريين، وبذلك تشجيع للإرهابيين، وبذلك تعريض الأمن القومي والكرامة الوطنية ومعنويات الجيش اللبناني وقواتنا المسلحة للانتهاك، وهذا أمر غير مقبول بكل المعايير. أكيد أكيد. بتصور أستاذ روجيه بدون صوته لصوتك بهذه النقطة تحديدا عن العسكريين، وأنه ما لازم يكون في هذا العفو العام يلي هو مثل ما ذكرت حضرتك دكتور أنه أصبح القاعدة وليس الاستثناء، وهذا الشيء الغلط والخطير على المجتمع. أنا بدي أتشكرك دكتور عادل يمين على هالمعلومات اللي أعطيتنا إياها، الخبير الدستوري والأستاذ الجامعي، شكرا لك.
بتصور مثل ما قال يعني البعض عم بحاول يكون هيدا الموضوع هو قاعدة كل فترة زمنية بنرجع بنعمل عفو عام عفو عام عفو عام، بينما هون لازم نكون استثناء صح بحالات نختار بعض من الناس اللي جرمهم خفيف صحيح اللي عندهم حالات بتختلف عن الآخرين اللي هي اللي حكينا فيها صحيح. اللي مش قادر يدفع كفالته اللي جرب انه يتعاطى الممنوعات اللي عامل شيك بلا رصيد اللي هل هودي ممكن انه نحن نقعد نبحث فيهم بس مش الجرائم الكبيره اللي عندنا شهداء بالجيش نحن اليوم عم ندفع حقها بعدنا اليوم مش من زمان كثير امبارحه كمان رايح 4-5 شهداء انه هو كيف يعني اليوم رايح الشهيدين تقوصوا يعني على الحاجز من مزبوط ومرقنا بتجربه يعني انه مش انه هذا اذا طلعناهم نحن خلص هودي تربوا وتابوا ورجعوا على المجتمع المدني العادي بالعكس هودي رجعوا عدوا مره واثنين وثلاثه وهول اللي بدهم يطلعوا هلا الله يستر ما يكونوا يرجعوا يعملوا مجموعات ارهابيه ونرجع نبلش عن جديد هذا الخطر هذا الخطر وللاسف راح نسكر ملف العفو العام ومحور العفو العام والاسراء غير المشروع بدنا نروح على موضوع كمان كثير مهم الحكومه اللبنانيه يلي تاملوا اللبنانيين خير مع تكليف مصطفى اديب ب 31 اب 2020 بينما وصلوا لاقل من شهر اعتذر مصطفى أديب عن التكليف وهلأ ناطرين استشارات نيابية يبدو أنه في توجه لنوع من الاستمهال حتى ما تتكرر التجربة صح. يعني في مثل هيك خلينا نقول تقييم للمرحلة اللي ما رأيت حتى ما تعاد التجربة وتكرار المشهد هل ليش ما شكل مصطفى أديب تمكن من تشكيل مصطفى أديب يعني حكومة؟ بداية خلينا نقول كمان للأسف اليوم ليس هناك أي مستجدات على صعيد الحكومة يعني وخصوصا ما في اتصالات كمان بين الأفرقاء لحديت اليوم ممكن في بين التكتلات بذاتها عم بتقيم الأوضاع مشان لا تحضر لهيدا الملف والرئيس كمان صار عنده قناعة وهيدا حق من حقوقه بالدستور إنه كمان أنا ما رح كلف قبل ما نشتغل على التأليف لأنه مرقت ومرق مصطفى أديب كمان بأنه رحنا كلفنا وما اشتغلنا على التأليف لكن وين وصلتنا بقى هيدا حقه بالدستور أنه كمان هو يتصل بكل الأفريقاء يتصل بكل التكتلات لتفادي المطبات اللي وقعنا من أجل مصلحة البلد يعني اللي عم بيعمله هو بالنتيجة أنه نحن رايحين نكلف لنرجع نألف بس على اتفاق مع بعضنا يعني لأنه بدك تقليلي ليش مصطفى أديب ما قدر كمان سعرشيني ما قدر ألف لأنه مصطفى مع أنه تم الاتفاق عليه كشخصية سفير بألمانيا أتى إلى لبنان شخصية مميزة مثقف صاحب خبرة لأنه مارس دبلوماسية هو صحيح. كسفير بألمانيا لفترة صحيح. زمنية طويلة بس بالسياسي مش هو كان عم بألف وهيدي اللي هيدي اللي خلتنا انه نتعرقل، كان في اكيد رؤساء الحكومات السابقين اللي هن سموه اللي هن برايهم بيستفيدوا من التعاطي مع الفرنسويه او عطيون باس اذا بدي او هن اعتبروا انه اعطاهم باس لفرنساوي ماكرون كان واضح ماكرون. لانه الرئيس الفرنسي بمؤتمره انه صح عاتب رجع عاتب وضوى هن راحوا للاخر بهي الشغله انه يا اخي نحن بنسمي ونحن بنعمل حكومه لا ما فينا اليوم بهذا النظام اللي نحن فيه انه يروحوا رؤساء حكومات سابقين يروحوا هن يسموا كل الوزراء نروح بعدين انه جربوا كمان يشتغلوا على وزير الماليه انه هن يسموه من غير طائفه او يعمل نشتغل على مداوره يمكن انا هون بوافقهم انه يكون في مداوره ولازم يكون في مداوره بالبلد هذا موقفنا طبعا انتم مع المداوره بس وهو برايي سعد الحريري كمان اعتبر حاله انه خلص من هيدي الازمه يعني واعتبر انه شرب هالكاس المر سماه انه انا رح سمي شيعي رح نمشي بشيعي وزير ماليه وتحديدا قال له للرئيس المكلف سابقا انه انا رح يساعدك بتسميه صح. شخصيه هو عم بيساعده مش عم بيساعده حتى السم. ما بعرف اذا كانوا عم بيسالوه حتى كمان كانوا كلهم هن عم بيسموا هن عم بيشتغلوا وراء الكواليس ليحضروا حكومه ما بعرف شو كان هن اهدافهم يعني اللي بيخسر بمعركه الانتخابيه بدي اروح انا ببين من فوت من الطاقه لا اقدر اعمل حكومه يعني بقى هيدي اثرت سلبا انحلت عقده فكروا هن انه انحلت عقده وزير الماليه انه خلص راح يتسمى شيعي حتى وصلوا لوقت انه نسمي الشيعة الاخرين يعني
نحن موقفنا معروف، يعني نحن كتيار اصلا كان بدنا اول اجتماع نحن مع رئيس الحكومه المكلف قلنا له نحن بدنا حكومه منتجه وفعاله واصلاحيه. ما بدنا شيء منك، ما بدنا لا بدك ايانا نفوت لنساعدك اوكي، ما بدك ايانا نحن برا من اجل المصلحه العامه ولا نمشي بهالاصلاحات اللي عملناها مع اتفاق مع الرئيس ماكرون لهالموضوع هيدا. بس انه كمان بذات الوقت بدنا نحترم كمان موقع رئيس الجمهوريه كمان، مش معناتها نحن اذا بدنا حكومه منتجه وفعاله واصلاحيه معناتها انه كمان الرئيس اللي هو شريك اساسي، الرئيس اللي هو شريك اساسي هو بده يمضي بالدستور، هو بده يوافق وهو المفروض يشارك بتركيب هالحكومه هيدي. يعني نحن بدنا نحترم له موقعه وبدنا انه نكون جنبه لانه هيدي صلاحيته كمان. لافت استاذ رجاء انه بالزيارات السته يلي عملها الرئيس المكلف على قصر بعبده السادس اعتذر فيها، هو السادس زياره اعتذر فيها ولا مره اخذ ملف معه مزبوط صح تصور هيدي بتثبت انه شيء يشبه هيك يعني مسوده حكوميه. هيدي بتثبت اول شيء انه ما اتفقوا على شيء، وبتثبت اكثر انه التيار الوطني الحر ما تدخل بهذا الموضوع. كتله اللي بيعتبروها كتله رئيس الجمهوريه بعد على قراره وعدوا انه نحن ما نتدخل، نحن ما راح نعمل شيء، بس على شرط انكم تروحوا على الاصلاحات ونروح فعلا انه نعمل حكومه تبني دوله ونبلش نحط التراي على السكين. مهمتها محصوره بالاصلاح، ويا ريت بس نقول محصوره بالاصلاح، يعني ملف طويل عريض ما بيخلص وما بيكفي كان 6 أشهر و7 اشهر ليخلصوا ليشرعوا كل هالامور هيدي بعد المبادره الفرنسيه او بطلت موجوده؟ ايه بعد المبادره الفرنسيه لانه ما عندنا حل اكثر غيرها. اول شيء الرئيس ماكرون اكد رجع وعطي فرصه لحكومة من 4 أشهر من 4 أسابيع لست أسابيع، بيقصد ليمرق برأيي أنا بيقصد ليمرق الانتخابات الأمريكية. يمكن ممكن كتير أنه ينعمل يصير في تفعيل بوقت من الأوقات أنه تنعمل حكومة قبل هالتاريخ هيدا، بس هو عطي هالمهله هي ليصير في انتخابات هذا المهله الاقصى 3 نوفمبر 23 الثاني، يعني من 4 أسابيع لست اسابيع صح. حتى اذا بدك الرئيس ماكرون عاتب وتهم وضوى على بعض الاشخاص وزع مسؤوليات وهذا البعض وزع مسؤوليات بس ضل مصر على الخطه الفرنسويه المبادره الفرنسويه. وحتى اليوم السيد كمان بكلمته كان كثير هجومي، بس لكن كمان حافظ ترك على ترك باب للمبادره الفرنسيه. بقى هيدي جيده، والرئيس رئيس الجمهوريه متمسك فيها ونحن كمان اكيد متمسكين فيها، المفروض كل مواطن لبناني متمسك فيها. هيدي فرصه عن جد ما بتتكرر، منا هيني ابدا، اكيد الفرص ما بتخلص بلبنان، بس عندنا فرصه بين ايدينا اليوم انه في ناس جاي تساعدنا، جاي تمد ايدها لنا، وبذات الوقت مش جاي هيك عطفا علينا، لانه عندها مصالح كمان، لانه عم تطلع على النفط وعلى الغاز، ولانه في دخول تركي على البلد عم بيتسابقوا عليه وبيعتبروا الفرنسويه هن اقرب لنا من التركي، ومش المفروض التركي يقرب. بس نحن كمان اليوم مثل ما بقولوا وين وين سيتويشن، يعني نحن اليوم ربحانين على كل الحالات، هن عندهم هدفهم، بس لكن بذات الوقت هن بدهم يبنوا لنا دوله وبدهم يروحوا على الاصلاحات وبدهم يعملوا حكومه ونشتغل على تغيير المنظومة السياسية كلها نستفيد منهم كمان. تعتبر أستاذ رجاء أنه كان في أفرقاء لبنانيين ما بدهم تنجح المبادرة الفرنسية برأيك؟ إيه عرقلوها عن قصد لفشلها طيب الوضع الراهن مثل ما هو؟ إيه أكيد، مش بس في الداخل وفي الخارج، إذا بدك حتى في عاملين داخلي في عامل إقليمي دولي كمان بده آخر فترة آخر أسبوع من المبادرة حسينا أنه صار في تدخلات خارجية لما تزبط هالمبادرة بجزء الأول. هالقد في إيه أكيد، بس لكن ما حدا بالداخل قال أنه أنا لست مع المبادرة إذا انتبهتي أبدا. حتى اللي ما بده يدخل بالحكومة واللي كان معارض باجتماعه مع ماكرون قال أنا مع المبادرة. بس رجعوا في البعض نعيها بعد فشل مصطفى اديب بالتشكيل، هن عم بيقولوا بدي وعم بيراهنوا انه ما اجر هون واجر هون، يعني اكيد كيف بدهم، في ناس لها مصالح، في ناس ما بدهم اصلاح، في ناس ما بدهم دوله، في مسؤولين اللي هم عندنا بالدوله مثل ما بدنا هلا مثل ما قاشعينها بتكفي منيحه لنا كثير. نحن عم نستخدم الدولة لألنا، عنا قطاع لألنا، عنا منطقة محررة لألنا، كل منفعة كل مداخيلة بتصب لمصلحتنا، ونحن عنا جماعتنا وعنا المافيا تبعونا وعنا الميليشيا تبعونا. مش ضروري ميليشيا يحمل بارود ينزل على الشارع ويسكر الطريق،
ميليشيا موجوده بكل مع كل السياسيين، مع اغلب السياسيين تما نقول مع الكل، وعم بيتعاطوا معنا وكانه ميليشيا مسلحه موجوده، بس لكن حامينا بمداخيل الدوله، بيطعموها من هالمداخيل وبيشتغلوا منها. هذا كلام خطير. الحقيقه وعم بيشتغلوا من احساب ناس لمصلحه ناس ثانيه، وقلنا 30 سنه هيك مش جديد علينا يعني. وهيدي هون المعركة اللي حكينا فيها بالبداية وقت اللي كنا عم نحكي عن الطيار، هيدي المعركة انه بتغير المنظومة لننقل من موقع إلى موقع آخر، وهيدا بده شغل كثير، بده شغل وبده تضحية، والله يستر انه ما يمرق فترة زمنية طويلة كمان مش انت يصير فيها التغيير، بس أقله منبلش نحط التران على السكة يعني، يعني إن شاء الله انه قريبا بعهد فخامة الرئيس، يعني اللي في ناس برأيي كثير هلا بيناقضوني وبيعتبروا انه هيدا عهد فشل لأنه مرقوا بمحل بمحطات صعبة، ايه، وخصوصا المحطات الاقتصادية هيدي اللي أثرت سلبا علينا، وإجينا هالكارثة تبع الكورونا والتفجير كارثة أكيد، هيدي كلها أثرت سلبا على العهد، بس لكن العهد مستمر وعنده رؤية وعم بفكر وعارف شو بده، وعارف فخامة الرئيس لوين بده يوصل، إن شاء الله يعطيه الصحة ليقدر يحقق وليرجع اللبناني اللي هو منه مآمن بالوضع اللي نحن فيه هلا يتأكد بعدين انه الرئيس عنده رؤية للمستقبل، وهيدي عملية نضال طويلة بنقدر نوصل فيها ان شاء الله بأقرب فرصة. هو في وجهة نظر الطيارينين بتقول انه تجربة مع العماد عون ولا مرة خذلهم، يعني بيعطوا أمثلة بالتسعين وقت قال لهم انه السوري رح يفل، الاحتلال السوري رح يبطل موجود، ولو اخذت يعني الشغله تتصير سنوات وسنوات لكنها حصلت، يعني هن مأكدين وعندهم ثقه برئيس الجمهوريه. لو كيف باني حيثيته الشعبيه فخامه الرئيس مش بالصدفه، لانه صاحب رؤيه وناسه مقتنعه بالفكر اللي هو موجود فيه، وعلى مراحل من سنه 90 لليوم او 88 لليوم مرقنا بمحطات كل اللي عم بيقولوا وصلنا عليه، وان شاء الله هلا بعده عم بيقول لنا نحن رايحين على الاصلاح، نحن بدنا نكافح، بدنا نناضل لنقدر ننقل لبنان من مكان الى مكان اخر، لنعمل فعلا دوله عن حق وحقيقه. انا اذا بدك رايي بالشخصي، مش لاني نايب بالتكتل قريبا، مش عاطفي عم تحكي، صدقيني لا، انا بامن فيه وانا بوثق فيه، واذا الرئيس عون ما قدر عمل شيء انا بشوف انه ما حدا رح يقدر يعمل شيء من بعده ابدا، وانا عندي هالقناعه هيدي. بس في محطات تغير فيها، يعني كان في محطات ايجابيه من 2016 لليوم مع الرئيس أكيد. اول سنتين ما هي ليش جربوا انهم يعملوا مؤامره كبيره عليه؟ اول سنتين نحن بنتذكري شو عملنا بالارهاب، بتعرف انه جماعه القاع، شباب القاع كانوا عم يتسلحوا، ومناطقنا كلها بلشوا راحوا ليركبوا شباب مسلحه ومتدربين مشان تنقاوم داعش، وكانوا ونجح بين يوم وثاني داعش رح يفوت على لبنان ويحتل لبنان وياخذ طرابلس ونفوت لهون، هي شغله. رجع شغله ثانيه انه الانتخاب منه مسحه كمان اللي انعمل، اعاده حقوق طرف من اللبنانيين، اعاده تامين وجوده عن جديد لاستمراريه الحكم ولاستمراريه بناء الدوله، وانتج وجوه جديده انه الانتخابات، هيدي شغله كمان، وعمل قانون كمان إذا بدك رأيي إعادة السلطة، كانت السلطة المظلوم اللي كان في ظلم بوقت من الأوقات هالسنين الماضية وقت ما كان هو بلبنان، إعادة إلى يعني رجعت الشراكة بالممكن، بعد بدها كتير شغل، رجعت الشراكة بلبنان إلى بعضها، وإجا كمان لأول مرة كمان منذ سنين كمان عملنا ميزانية كمان، اذا في موازنات غايبه تماما، ما عندنا موازنات وينصرف بدون وعي وعلى الاثني عشريه وما بعرف كيف كان كده، يعني في كمان تنقيب عن النفط، كنا ماشيين هلا اذا بدنا نعد، ايه اكيد في كثير امور يعني، بس مرقنا هلأني اكيد هلأني بهذه الفتره، فتره صعبه لانه بعدين بدي اقول لك شغله، وللاسف كنا مدكولين كمان على حلفاء بالداخل ان نروح ايد وحده كمان لنروح نحارب هالفساد، نحارب هالسرقه وهالهدر ونغير هالمنظومه هيدي، ما كان في تجاوب كثير بهالموضوع هيدا، لانه حلفائنا ملهيين، عندهم نظره خارجيه، عم بيشوفوا برا، عم بيشوفوا اقليميا، عم بيشوفوا شو بدهم يعملوا دوليا، عم بيعملوا حسابات، التهوا عن الداخل، وهيدا اثر سلبا علينا، مع انه هيدا الاتفاق اللي كان انه نروح كلنا سوا مش بس حلفائنا، بس هل انتهى هيدا خصامنا بوقتا ما بال 2016؟ نحن تفهمنا معهم، نحن مش تنقاصم تناخذ حصص، لا مش لنعطيهم ويعطونا،
لنروح نحط ايدينا ببعضنا ونبني دوله عن حقه حقيقه. وهيدا بتصير بكل المجتمعات وبكل دول العالم. تعا يا حليف ويا معارض، يا موالي ويا معارض، تعا لنقعد مع بعضنا، تعوا لنعمل بس في نيه لمكافحه الفساد من بعض حلفائكم يلي عم تحكي عنهم؟ ما بعرف قديش في، ما بين الحقيقه على الواقع بعد لحديت هلا، ما بين اشاير مع حلفائنا انه هن مستعدين انهم يساعدونا. بلشوا وعلنوا وقت من الاوقات، وطلع وقتها بيقول سماحة السيد وقت من الأوقات بيقول إنه أنا بدي حارب الفساد، ونحن بدنا نقطع إيد كل واحد فاسد، ونحن بدنا نقطع واحد كل إيد كل واحد بيسرق بالدولة. هذا مش من زمان، من شي سنة ونص سنتين يمكن أقل كمان. لا بخطاب مش يعني مش من زمان كتير، وما بس الحقيقة ما شفنا شيء على الأرض، ما لمسنا يعني وقاية على الأرض. مش يمكن ما كان الوقت كتير مناسب قبل، يمكن هلا يكون الوقت مناسب اكثر لحتى ترجعوا ايديكم بايدين بعض لمكافحه الفساد. املنا كبير لانه النيه، املنا كبير، النيه صافي. انا بعتب بس ما بخاصم. نحن لازم يعني نكون يعني انتوا يعني انا مقصدي معتبرين انه النيه صافيه بهذا لا الموضوع. لا شك انه لا شك انه في نظافه، لا شك انه في نظافه بالداخل، بس الظرف يمكن ما عم بيساعد، يمكن عندهم حساباتهم تختلف عن حساباتنا، يمكن ما بدنا بهالوقت الحاضر اللي في ضغط دولي عليهم انه نعمل خصومه سياسيه بالداخل لانه بدنا نحارب هالشيء، مش وقته. يعني كل واحد عنده حساباته، عنده عده امور، كل واحد عنده حساباته. في موضوع كمان طارئ او موضوع مستجد على الساحه اللبنانيه، ترسيم الحدود بين لبنان و العدو الاسرائيلي. صح. وكان في تشبث من لبنان بالحفاظ على حقوقه، هذا الموضوع محسوم ومبتوت وكرر اكثر من مره، واخر مره بكلام الرئيس ميشيل عون، حتى رئيس الجمهوريه بكلمته قدام الامم المتحده الجمعه الماضيه، الجمعيه العامه للامم المتحده، كرر انه نحن ما رح نتخلى عن حقوقنا بثروتنا الطبيعيه ولا حدودنا البريه والبحريه. اكيد بنشكر مساعده الوساطه الامريكيه، بس انه هذا الموضوع مبتوت فيه، انه نحن متمسكين بكل شبر. صح. من ارضنا ومن ميتنا بطبيعه الحال. امبارح اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن اتفاق على اطار المفاوضات، لانه هون كان في لغط عند بعض العالم انه لا نحن مش مشيت المفاوضات، لا نحن حطينا اطار اللي هو كان في مسار كثير طويل عم ينبنى على هذا الموضوع، اتفاق غير مباشر أو مفاوضات غير مباشرة مع الإسرائيليين بحضور الأمم المتحدة بالناقورة وتلازم المسارين، هودي مكسب للبنان، قدر يحققهم لبنان بهيدي العملية. كيف شفتوا الإعلان امبارح؟ يعني أنت بتعرفي وكل العالم بتعرف إنه نحن أول مين رحبنا كتيار وطني الحر بهيدي المبادرة، وخصوصا في إطار الاتفاق لرسم الحدود البحرية والبرية يعني، وفخامة الرئيس أيضا كمان رحب بهالإطار هيدا. لذلك يعني كنا بنتمنى انه نحن نبلش بالحدود البحريه الى لننتقل على الحدود البريه، بس اذا عملوا اثنين نحن ما عندنا مشكله ابدا، وهيدي اكيد امر ايجابي. ما بعرف قديش بده ياخذ وقت. الرئيس بري امبارح قال انه هيدي المهمه خلصت، لانه اصلا كان نبلش فيها من 10 سنين كمان، مسار طويل تعاون عليها وقت الوزير جبران باسيل كمان وقت اللي كان وزير خارجيه، كمان اشتغل على هذا الملف بكثير جديه وركز واشتغل عليه كثير يعني شهور وسنين. لذلك نحن وصلنا لهون هلا، ما بعرف قديش هيدا الاطار انشغل هلا، اني رح يصير في اجتماعات مباشره ولا غير مباشره، ما اكيد بالاتفاق مع الامريكان ومع الامم المتحده، بس غير مباشره يعني غير مباشره من خلال الامم المتحده بالناقوره، بالناقوره اكيد، والملف استلمه رئيس وجود الجمهوريه اليونيفيل اليوم، وجود اكيد كمان الوسيط الامريكي اللي صح هو صح. وهلا فخامه الرئيس لازم يشكل لجنه من اختصاصيين اكيد برمائيه يعني يتعاطون بهالشان هيدا كمان بالاتفاق بالاتحاد مع الجيش اللبناني،
لنشوف وين بنصير هلا هالمفاوضات ان شاء الله. بس انا ما بشوفها كثير قريبه يعني، لانه بعدنا بالاطار بتاخذ بتاخذ وقت، ولكن إلا مجرد ما اذا الاسرائيليه بدهم يرجعوا تعبوا انهم يردوا لنا حقوقنا، لازم، لانه معروف نحن شو بدنا، ومعروف انه نحن ما بدنا الا حقوقنا، مثل ما قال الرئيس بري ما بدنا وما رح نستسلم. عندنا 860 كيلومتر بالبحر، هودي اتفقوا هن والابارسه وقت اللي عملوا بال 2010 الاتفاق مع بعضهم، اخذوا 860 كيلومتر مربع من عندنا. يفترض انه رجعوهم، هودي اذا عندهم نيه هن انه فعلا يروحوا على رسم حدود ويعطوا كل صاحب حقه هين كثير، بس انا بعرف اطماعهم وبعرف انه عندهم خلفياتهم الاسرائيليه ونفسهم طويل، وبيعتبروا انه هن قد ما كان نفسهم طويل، نفس اللبناني اطول ومتمسك بكل شبر من ارضه، ارض الارز. بدي اختم معك بدقيقه عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي اللي هو متعب جدا، وهي التنهيد اللي تنهدتها يعني كفيله انها توصف الواقع اللي عم بعيشه كل اللبنانيين من دون تفرقه. بتعرفي الاوضاع الاقتصاديه كثير صعبه، فعلا كثير صعبه، ولا اسباب، انا برايي لعده اسباب، هي اسباب ثلاثه اساسيه يمكن. اول شيء ارث الفساد الكبير اللي نحن ورثناه من 30 سنه لليوم، هيدا شيء ظاهر، هيدا سبب. السبب الثاني هي السياسه الاقتصاديه والماليه الخاطئه اللي نحن طبعت بالسنوات اللي طبعت، ورحنا على اقتصاد ريعي ونسينا شو يعني الانتاجيه، نحن ننتج شو يعني الانتاجيه، هيدا للاسف. في كمان السبب الثالث اللي هو العقوبات الدولية اللي عم تنضغط على لبنان بسبب مواقفنا السيادية. كمان هذا الحصار اللي عم بيكون فيه هيدا أثر. هالثلاث نقاط برأيي هن ساهموا أكثر شيء بهالضربة الاقتصادية لإلنا، لكن نحن عنا أمل يعني إنه أول شيء لازم نشكل حكومة، هيدي أول خطوة، لأنه بتشكيل حكومة بنرضي حالنا أول شيء، ولازم تنعمل، ومنرضي المجتمع الدولي اللي بيخدنا على ساتر، اللي بيخدنا على بصير في حلول نوعا ما يعني. طبعا بدنا نبلش يعني، اول شيء نحن بحاجه لعمله صعبه، لتفوت العمله الصعبه بدنا نروح على الاتفاق اللي عملوه دوليا اللي هو ساتر، وبدنا نروح على الدعم اللي نحن عم نشتغل عليها اللي هي عندنا كمان مع صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي كمان الدولي ترجع تمشي مع الاي ام اف، مفروض كمان بدنا كمان نحرك مصرف لبنان كمان يرجع هالتعاميم اللي عاملها يروح ينفذها، يعني استرداد المال اللي محول خارج لبنان، يزيد راس مال المصارف، يرد الثقه للشعب اللبناني للمودع القطاع المصرفي يعني، هيدي بتاثر صحيح. بس الاهم عنصر كمان نحن بدنا نامن انه ما بقى فينا نكون مثل السابق، بقى خلصت المرحلة، بدأ يتغير، بدنا نروح على الانتاج ثم الانتاج ثم الانتاج، بدنا نآمن انه نحن لازم ننتج، نحن لازم نصنع بهذا البلد، لازم نزرع بهذا البلد، صحيح. بالقليلة نعمل اكتفائنا الذاتي، نحن ما بدنا نصدر، بس نحن بدل ما نجيب 20 مليار من الخارج خلينا نحن نقدر ننتج، عندنا امكانيات بكل الاحوال اقلها الصناعة يعني، نحن وصل الوقت ما عاد عندنا مصانع ثياب، ما عاد عندنا مصانع احذية، ما عندنا مصانع مواد غذائية، هيدي ما بدها امكانيات، هيدي ولا بدها فكر يعني، هيدي بكل المجتمعات موجوده يعني. ان شاء الله. انا بدي اشكرك على هالجوله اللي عملناها سياسيه اقتصاديه وحتى قانونيه مع دكتور عادل يمين، شكرا لك على حضورك. شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم، شكرا للـ شكرا OTV. شكرا لك. لهون مشاهدينا بنكون انتهينا من حلقه رح نبقى سوا لليوم، رح نكفي بحلقات وبرامج الاو تي في. حقك بايدك،